أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أهلا وسهلا يا زياد، يا مرحبا. السلام عليكم. حيا الله زياد الشماسي. الله يبارك. احنا عندنا زميلنا اسمه عبد الله الشماسي، ولد عمك. ونعم الشيخ. الشيخ ونعم، لكن الشيخ من عائلة وأنا من عائلة أخرى. هو سبيعي وأنت؟ أنا دوسري. دوسري، والله ونعم. ما عليك سبيع. بسبيع والدواسر. ما عليك سبيع. يا مرحبا يا مرحبا، أنت من حي الشفا ها؟ الله الله. أهلا وسهلا. طيب، نشوف الحين الشيخ أحمد العبيدي. انا هنا اسوي يعني اخذ انت بتعطيه ملاحظات. انا هنا شغلي بعرف هو من وين، من اي حلقه، وش وضعه، عشان اهديه. بس شفت المعلومات هذه عشان يهدى. وانتم تشدون براحتك. لا هو على طاري يهدى، ليته كان هادي شوي في التلاوه. صوته حلو بس كانك تسمع الواحد يا زياد. عجل يمكن عشانك الاخير. والله استعجلت علينا والله، لان حنجرتك حلوه، صوتك جميل، بس كنت مستعجل لدرجة أن بعض الحروف خطفت منك خطفا، الضاد والعين في وأعرض. صوتك جميل بس استعجلت. حتى في ختام الآيات ودنا أنك طلعت سبح بحمد ربك وكم، عشان نسمع منك يعني تأثير للقرآن. الله يوفقك يا أبو خالد. الشيخ صابر الله يحفظك يا زياد. زي ما تفضل الشيخ أحمد، قراءتك جميلة وصوتك يعني ليس فيه الحروف، ليس فيها شدة ولا تكلف ولا تعسف، ما شاء الله تبارك الله. أما قرأت الذين يجعلون مع الله إلها آخر، كان فيها نغمة جميلة. الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فيها مدود طبيعية كانت متوازنة، وهذه النبرة هذه تسوي للمستمع يعني ميزان. يجعلون مع الله إلها آخر، الله إلها، ما تكون واحدة أطول من الثانية وكذا، وفي نفس الوقت فيها نغمة. لكن عند الوقف على الآيات من الساجدين، في الآخر في ياء خفيفة ودنا تحقق قصر إلى آخره. من الساجدين دين، واضح. وعبد ربك حتى يأتيك اليقي، الياء ترقيق، وليست اليقين، خرجت الياء شوي زيادة مفخمة، لكن قراءتك جميلة وختام جميل لحلقاتنا اليوم. شيخ يوسف. عبد الزياد بدايتك أشبه بداية عبد العزيز بالضبط، لين حد وصلت إنا كفيناك المستهزئين. بعد هذه ما شاء الله عليك يعني بدأت تنسق تلاوتك، وأجمل حقيقة يعني ما قرأت في الآيات هذه، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، كنت متميز فيها، حتى أني والله يعني بغيت أقول لك أعدها مرة ثانية يعني من أدائك الجميل فيها. لكن الآيات قصيرة، أتمنين أنها تكون أطول عشان تأخذ راحتك أكثر. تجويدية ما شاء الله مميز، يمكن بيّن لك الشيخ اليقين كانت فعلا في ملحوظة عليها، لكن ما شاء الله مميز. بارك الله فيك يا زياد. جميل. زياد ابن خالد الشماسي، أنت آخر متسابق، والمشايخ قفلوا على الطلب خلاص، ما عاد يبون أحد، لكن ممكن المشايخ يعطون إضاءة خضراء ويقولون عبد العزيز شكرا، أو عبد الله العويد شكرا، أو عبد العزيز الرشيد شكرا، عاد تصير صح؟ نشوف الحين وقت الاختيار، ما نستعجل.
الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. تعال يا ابو خالد قرب شوي كذا. يا مرحبا يا حي الله الشيخ زياد. الله يبقيك. خاتم القران صحيح؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. امام مسجد؟ اللهم. تصلي التراويح؟ الحمد لله. فين مسجدك؟ حي الشفا. حي الشفا عشان نسوي تسويق يا شيخ يوسف. لسه ما اعطوني الله خضراء. وش اسم المسجد اللي تصلي فيه؟ مسجد ابراهيم العتيان. ابراهيم العتيان، الحين كمان ناخذ تفاصيل اكثر عشان. طيب المسجد اللي يصلي فيه الشيخ التراويح اسمه مسجد الشيخ ابراهيم العتيان في حي الشفا. في شارع؟ حي الشفا لو بجوجل ماب بيلقى. جوجل ماب مسجد ابراهيم العتيان. على الاقل اذا ما يعني اعطونا اضاءة خضراء احنا ندل الناس على مسجدك عشان تصلي معك في هالصوت الجميل والرائع. خاصة قراءته وقراءة التراويح يعني مطمئنة كذا. مريحة. لا مريحة. مريحة. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله. طيب الحين انتهى وقت الاختيار، ما حالفنا الحظ، الحين جاء وقت